طيب خلينا ناخد حضراتكم لفقرة كانت معانا امبارح، كانت فقرة هامة جدا الحقيقة، وفقرة احنا شرفنا بيها امبارح. كان معانا فقرة عن أبطال منتخب مصر لقصار القامة بعد فوزهم بلقب بطولة العرب، البطولة اللي نظمت هنا في مصر وشاركت فيها 5 دول، هي مصر، الأردن، السودان، وسوريا، وفلسطين، بالإضافة للمشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا. أبطالنا شرفونا، لعبوا باسم مصر، المنتخب المصري لكرة القدم لقصار القامة، والحقيقة احنا احتفينا بيهم وتشرفنا بيهم، لكن كان في حاجة تانية مهمة، وهي ان هم اتكلموا عن مطالبهم، اتكلموا عن احتياجاتهم، عن امور كتير تانية ومطالب هم محتاجينها من الدولة ومن الأندية. خلينا نرجع نفتكر مع حضراتكم هذه الفقرة ونرجع مرة تانية. أوجه لكل السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وكل أصحاب الشركات العاملة في مجال الرياضة، بنقدم لكم طلب على الهواء، إن كان يسمح لينا إن احنا نقدم طلب، لو في رعاة من الشركات الرياضية أو الشركات العاملة في الملابس الرياضية أو الشركات العاملة لرعاية المواهب الرياضية، الجامعات اللي بتقدم الدعم الدراسي، أو الأندية اللي ممكن تستضيف الأبطال المصريين، بكل تأكيد هذا الفريق يحتاج إلى رعاية، ورعاية قوية في مختلف أوجه هذه الصناعة، لأن كرة القدم أصبحت صناعة. فأي حد حابب أن يكون لي دور في رعاية هذا الفريق، أرجوكوا تواصلوا معنا، أو بكل تأكيد تقدروا تتواصلوا مع الفريق نفسه، أو تتواصلوا مع وزارة الشباب والرياضة، الأندية، شركات الملابس الرياضية، أصحاب الملاعب، كل من يعمل في قطاع الرياضة يا جمالة. صحيح، كل من له علاقة بهذا الأمر يقدر يساعد بأي شكل من الأشكال. كمان كابتن أيمن، يعني أعتقد أنه ناس كتير بعد ما يشوفوا هذا اللقاء ويقعدوا ويتمعنوا كده ويشوفوا إنجازات أبطالنا عملوا إيه وإزاي شرفونا، إزاي شرفوا مصر، هيبقى في كتير من الأسر اللي عندهم أطفال من قصار القامة، أو حتى لو في حد عايز يشارك أو يبتدي إن هو يلعب كرة القدم لقصار القامة، إزاي ممكن يتواصل؟ هو أصل الموضوع، الهدف منه هو ده، 120,000 الموجودين في مصر ده عدد مش بسيط، وفي الآخر هي ثقافة بشرية، بيخاف يخرج من بيته. الموضوع لما دلوقتي تسليط الضوء اللي بيحصل دلوقتي، زي ما حصل مع ملتزمة داون، بدأ تسليط الضوء عليهم من فترة ويظهروا ان هم ابطال، النظرة بتاعت المجتمع اختلفت، دولت محتاجين نفس التسليط دوت عشان يخرجوا تاني لسكة تكون نظرة المجتمع فيه بتختلف عليهم. طيب، ده كان جزء من حلقة امبارح، كان معانا ممثلين لهذا الفريق الحائز على البطولة، يوسف وأحد أفراد الجهاز الإداري للفريق. احنا دلوقتي معانا على التليفون دكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور، وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي ليك يا أستاذ حسام والأستاذة جمانة. أهلا وسهلا يا فندم. احنا عادتنا كده في صباح الخير يا مصر ان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا نستمر في متابعة الأمور، خصوصا لما تكون أمور لها علاقة بطلبات مستحقة لأبطال بيحققوا مكسب في المقام الأول شخصي ليهم لإسمهم، وفي المقام الأكبر لمصر. حضرتك أكيد استمعت معانا لهذه المطالبات والمناشدات اللي قالوها في حلقة أمس، وعرضنا زي ما حضرتك تابعت هذا الجزء من اللقاء. تمام. خليني أسأل حضرتك مباشرة، وأنا عارف أن الدكتور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مهتم بهذا الأمر وقابل الفرقة وكان فيه اهتمام شخصي بيهم في إطار البطولة، بس بعد إحراز اللقب إزاي نقدر نهتم بيهم؟ إزاي نقدر نوفر لهم بيئة حقيقية للتنافسية عشان يبقى عندنا منتخب قوي قادر على تحقيق البطولات، خصوصا إن ما فيش دوري لقصار القامة في مصر؟ بالفعل يمكن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي اهتمام خاص جدا بهذا المنتخب اللي شرف مصر وفاز ببطولة كأس العرب المقامة في شرم الشيخ، استعدادا لبطولة كأس العالم اللي هتقام في الأرجنتين وكوبا وبيرو خلال هذا العام. خلينا نقول نبدأ من البداية شوية، يمكن من العام الماضي بالفعل دكتور أشرف صبحي التقى بيهم في مكتبه وقال لهم كل الدعم والمساندة هيكون، كل طلباتكم
مجابه. انا عايزكم تستمروا في المنافسه، تستمروا في ممارسه الرياضه بشكل كبير خلال المرحله الراهنه وكمان المرحله المقبله، حتى يكون لكم دور مهم جدا في الرياضه المصريه، خصوصا يعني مش عايزين نقول بقى يعني قصار قامه، هم ذوي قدرات وهمم، كل الدعم ليهم مثلهم مثل اصدقائهم او المتنافسين في كافه المجالات الاخرى. ولكن هنا فريق قصار القامه اللي بيولد بالفعل اهتمام كبير جدا من الدوله المصريه، بتهتم بشكل كبير جدا بالبارا اولمبيك في كل الالعاب. دكتور اشرف صبحي خلال المنافسات يبقى هو التقى بيهم قبل المنافسات اللي اقيمت في شرم الشيخ، خلال المنافسات تابعهم بشكل مستمر وكمان دعمهم بشكل قوي جدا. البطوله اقيمت تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. اكد على اهتمامه وعلى دعمه مره ثانيه بعد ما فازوا بالبطوله، طبعا هناهم وتواصل معاهم وقال لهم كل الدعم والمسانده ليكم. اعذرني دكتور فوزي، الدعم ده والمسانده عايزين نترجمها لشيء ملموس، ايه هتكون الخطوات؟ الدعم هيكون طبعا، يمكن انا سمعت التقرير من شويه، يعني التقرير كان فيه شركات رعايه طلبوا بشركات رعايه، شركات رياضيه، وزاره الشباب والرياضه عندها برنامج للرعايه سواء للبارالمبيك او حتى للاسوياء، اكيد هيكون ليهم دور مهم خلال الفتره المقبله ان شاء الله، وهيكون ليهم برنامج رعايه خاص هتقدمه وزاره الشباب والرياضه ليهم كعادتها لا تطرق. يعني دكتور محمد عذرا للمقاطعه، لكن يمكن خلال اللقاء امبارح هم في الواقع يعني هم سجلوا الحقيقه سعادتهم بانه وزاره الشباب والرياضه تواصلوا معاهم وانه كان فيه اهتمام يمكن غير مسبوق بيهم، ولكن في نفس الوقت يا فندم تحدثوا عن حاجتهم لملاعب، تحدثوا عن حاجتهم انه قبل البطوله هم لبسهم هم اللي تولوا امره، حتى سفرهم هم اللي تولوا امره، يعني خاصة لبسهم مثلا ملابسهم بتكون ليها مقاسات محددة ليها شكل محدد. فعايز أسأل حضرتك يا فندم عن النقاط دي تحديدا، إن هم يكون ليهم الأندية تمثلهم، يكون ليهم فرق في الأندية عشان نقدر يكون في دوري. طيب، كافة المنشآت الرياضية هي متاحة ليهم على مستوى جمهورية مصر العربية، أنا بأكد لك ده. ما هي متاحه يا فندم، ولكن عشان تكون متاحه لازم يكون في مدربين، لازم تكون مهيئه ليهم. هي مهيئه بالفعل، وتم اصدار قرار من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه باتاحه كافه المنشات الشبابيه والرياضيه ليهم دون اي رسوم. هيدخلوا اي منشاه وفقا لقرار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حتى مراكز الشباب. ده مهم جدا. رقم اثنين وده مهم جدا، برنامج الرعايه. اكيد هيكون هناك دراسه شامله ووافيه لتقديم برنامج رعايه يليق بهم استعدادا لكاس العالم. احنا عندنا بطوله كاس العالم اللي هيشاركوا فيها في الارجنتين وكيرو وكوبا خلال الفتره القادمه، اكيد الدوله مش هتسيبهم. بكل تاكيد. طيب يعني. دكتور فوزي، طيب رقم ثلاثه وده مهم جدا ونحب نوضحها للساده المشاهدين وليهم برضه. تاني، الدولة لا تترك أبنائها المتميزين في مختلف المجالات. أكيد. طيب، ده شيء عظيم جدا بنشكرك عليه دكتور فوزي. هستأذنك، هنتابع معاك من خلال البرنامج، وحينما تحقق هذه البرامج الخاصة برعاية هذا الفريق تحديدا، خصوصا أنه فريق تألق وخد بطولة ما هيش سهلة وعنده منافسات في كأس العالم، نتابع مع حضرتك وهنتواصل مع حضرتك، وحضرتك اعلمنا لو في اي قرار تم اتخاذه بشان الرعايه في الملابس الرياضيه، في التدريب، في المكافآت، في التنقلات، في تنظيم دورات تدريبيه او معسكرات تدريبيه في الداخل او في الخارج. هذه الست نقاط بالتاكيد احنا عارفين ان وزاره الشباب والرياضه هتدعم هؤلاء الابطال. فور حدوثها يا فندم حضرتك ممكن تشرفنا هنا في الاستوديو، او لو كان وقت حضرتك يسمح، ان لم يسمح فتكون موجود معنا مره اخرى على الهاتف، ونبشر هذا الفريق ونبشر كل المواطنين اللي عايزين رعايه
عشان يتألقوا في مجال الرياضة بهذه القرارات إن شاء الله لحضرتك وعدتنا بيها. فهنتابع معاك بكل تأكيد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة.